functionally and officially it's started. And what kind of challenges do you see ahead of MAC that MAC needs to overcome to be able to accomplish its goals? Some of them, see Boubker mentioned. ياريت أن كان هذه الحلقة عندها على الأقل تكون ماك عندها واحد 100 يوم باش يمكن لها تعمل واحد تقرير على المجهودات اللي قامت بها ماك واللي غتقوم بها ماك في المستقبل القريب. كما قال سي بوبكر أن ماك ما خلقاتش اليوم, ماك خلقات هذه 3 سنين ودازت في واحد المراحل اللي هي كانت واحد المجموعة ديال الإخوان اللي كانوا في واشنطن دي سي اللي جات هذه الفكره باش ما نكررش اي التاريخ ديال ماك, لانها كانت سميتها ماغوا, وماغوا كانت مكونه فقط من واحد المجموعه اللي هي واشنطن الكبرى, واحد المجموعه ديال الفعاليات ليس فقط جمعيات مغربيه ولا نوادي, وانما كانت من واحد المجموعه من الفعاليات اللي هما مغاربه, وكانوا تيبحثوا على اساس انه نعملوا واحد شبكه واحد تحالف مغربي على الأقل في مدينة واشنطن اللي هي العاصمة واللي هي تقوم فيها جميع الأحداث واللي هي تجمع هي مدينة القرار. وهذا كبرت الفكرة على أساس أننا خصنا نمد يد لعدد كبير ديال المغاربة اللي هما في أنحاء الولايات المتحدة, وبحكم أنه كانوا تقاموا واحد زيارات اللي هي زيارات انفرادية من طرف بعض الأشخاص كانوا في جمعيات وكانوا أشخاص عاديين, مشينا زرنا عدد كبير ديال الولايات, وهذا كانت غير انطلاقة يعني عمل فردي وعمل تطوعي. مشينا شفنا الإخوان ديال نيويورك, شفنا الإخوان ديال دالاس, ديال يوستن, ديال فلوريدا, أورلاندو, عدد كبير ديال, وبانت القارحة بأنه ليس فقط أن الناس ديال واشنطن هما بوحدهم اللي بغاو يعملوا هذا العمل, هذا العمل مطروح في جميع الولايات. إذن جات الفكرة أن الأرضية كانت في واشنطن, ومن بعد منها تقوات ولات حتى التحالف المغربي اللي كان في أخيرا في مدينة دنفر. شنو هما العوائق اللي غادي تلقى ماك في المستقبل؟ تيظهر لي هما قائمة طويلة من العوائق, لأن هذه بلاد كبيرة وتنعرفوا شنو هما المشاكل اللي يمكن تواجه ماشي فقط غير ماك وأي جمعية, يعني تكونوا محليين تكون العمل عادي وعلى الراحة. دابا وصل العمل الجمعوي ديال ماك أنه خص يكون عنده واحد البرنامج محدد وسنوي, برنامج يمشي مع تقارير خصها تعطى في واحد الوقت معين, أنه ندوات وتطلب من كل فرد من ماك أنه يمكن له يضحي بعشرة ديال السوايع من العمل دياله على الأقل في الأسبوع الماك. إذن هذا ما بقى شيء أن هذه مسألة تطوع فقط, وإنما تطورت لواحد المرحلة اللي هي مرحلة ولا تقدمتي وبغيتي تكون عضو في ماك خص يكون أنك تكون عندك واحد عدد كبير من المؤهلات, مع الأسف أنها خص تكون مؤهلات مالية, مؤهلات كل واحد كفاءة معينة, ومن بعد عاد زيد عليها أنه يكون تنظيم ويكون عدد كبير من المسائل. أنا تنظم خص نخلي الفرصة للوجه الآخر لي باش يمكن لهم يكون عندهم تدخلات في هذا الموضوع. مدام حضري, she made the trip, she went all the way to Colorado and attended the convention, and maybe you have something to share with us as to what are the things that you see that MAC need to do or what it doesn't do right now that you could that you think that might help its goals. مادام كلشي تكلم بالعربيه حتى انا نتكلم بالعربيه. اولا شكرا على هذه الدعوه اللي غادي تسمح لي باش نقول واحد الكلمه فيما يخص ماك. ماك هذه فكره جيده لان التنسيق هو كلشي, الا ما كانش التنسيق كل واحد كيدير يعني كيكون واحد العمل اللي ما عندوش واحد الهدف محدود ولا واحد الهدف معين. دابا من سمعت من الاخوان اشنو ماك بغى يدير, بعدا قبل ما نتكلم على شنو الاهداف ديال ماك ولا ناخذ توضيحات في هذا المجال هذا, بحكمي كمراه وهذه كنت قلتها نيت فاش كنت مشيت لدنفر, انا ما كانش واحد يعني النساء ما كانوش موجودين في ماك في البورد ديال ماك, وتسالت
من بعد الان الاخ حسان قال لي راه كاينين جوج ديال النساء ولكن مازال واحد لو جونغ ني با بيان ريبريزونتي في ماك دونك تنتمنى ان هذه القضيه غتخاد بعيد الاعتبار لان سي تري امبورطون لان ما خصناش نرجعوا الناس غدا كتزيد القدام وحنا كنشوفوا المراه ديما نخليوها اللور هذا الشيء ما يمكنش لنا نسمحوا به وسورتو هنا في امريكا راه كتشوف النساء كيفاش كيكونوا يعني في جميع المجالات في السياسه في كل شيء في الاقتصاد اكسيتيرا في العلوم اذا الكلمه اللي بغيت نتوجه بها للاخوان باش ما نطولش نخلي الكلمه للاخ حميد هو ان بعد الاهداف اللي قلتو هو مثلا التنسيق التنظيم جمع الخبر الخبرات واش عندكم شي استراتيجيه اللي غادي ديروا بها هاد الاعمال واش ديجا كاينه هاد الاستراتيجيه لان باش تنظم الخبرات ولا باش يكون تنسيق راه ماشي سهله باش تقال ولكن كيخصها فريمون واحد التنسيق واحد يعني واحد استراتيجي ديال استراتيجيه ديال العمل باش يمكن دير هاد القضيه حاجه اخرى هي لما تكلمتوا على الجمعيات اللي ما غادي تكون معك يعني اللي دخلات معك كنشوفوا ان الاغلبيه كلهم في واشنطن نيويورك يعني النورث ايست ولا فلوريدا وشي شويه في كاليفورنيا ما كايناش واحد النسبه بالنسبه ديال دوتغ زيتا انا كنت نعيش في لاكارولين دي نور 11 عام وتما دابا ولاو المغاربه بزاف سورتو الناس اللي جايين بالجرين كارد كاينين كثار ولكن ما كايناش شي جمعيه تما اذا خاص ماك بحكم هاد الاهداف اللي عندها تزيد حتى الهدف ان التحفيز ديال العمل الجمعوي والعمل في هاد المناطق خصو حتى هو تكون في استراتيجيه ديال العمل ديالهم كذلك المراه حتى المراه خصكم تشوفوا كيفاش ديروا لان حنا تنشوف الدور اللي كان عند المراه في المغرب باقي نيت هنايا هي اللي كتقابل الاولاد هي اللي كتدي الدراري للمدرسه المهم حتى الراجل ولا هذا ولكن كنشوف باقي داك الليدرشيب غادي نرجعوا غادي يهضروا لنا على هذه القضيه هذه سي حميد مرنيسي your long experience in community activities in community could you tell us from what you've heard and what you've seen so far what are the ways for MAC to be able to reach its optimum? Okay. Since everybody spoke in Arabic, I'm going to make the exception and speak in English. First of all, I'd like to thank the MoroccoBoard TV and the audience for coming and also the privilege to be invited in this beautiful panel and with all my wishes and hopes that this is a very great initiative and I hope it'll succeed. Since early 80s, I've been watching associations and bodies that tend to work for the Moroccan community come and go and some disappear, some. So I'm very hopeful that this time MAC will take the initiative and do something very constructive for the Moroccan community and for themselves as well. We spoke about how Morocco can transition from just operating